أهلا بكم في قناة ورشة منزلية، وياكم أم علي. فيديو اليوم يخص الطبخ، ومثل ما تعودتوا بالقناة إن شاء الله كل شي بسيط ومفيد بنفس الوقت. تحلية اليوم راح تحتاج مكونات بسيطة وطريقتها بسيطة للعمل كذلك. المكونات كما موضح في الصورة. أول المكونات راح أحتاج كوب أو نسميه قضاب من الجوز مبروش، يكون أبيض بهذا الشكل، ما أضيف لأي شيء. خاشوقتين أو ملعقتين أكل من الطحين، ونص كوب من السكر، سكر عادي ما مطحون. وهسه راح أبدأ أقلبهم حتى يمتزجون بصورة صحيحة. بعد المزج راح أحتاج ملعقتين زبد، أو إذا ما توفر زبد راح أستخدم دهن جامد، ملعقتين أكل. وهسه راح أضيف بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. أول شي أكسرها وأخفقها، بعدين أضيفها وأعجن. وراح أحتاج كيس فانيلا واحد. وإذا أريد أزيد المواد راح أضاعفهم مثل ما هم، يعني بدل واحد كوب من الجوز المبروش أضيف اثنين كوب أو ثلاثة كوب. بعدها أبدي بمزجها وعجنها بهذه المواد فقط بدون أي إضافة. بعد ما أحصل على مزيج جيد وعملت العجينة متماسكة، راح أتركها ترتاح 5 دقائق فقط. بعد ما تركناها ترتاح كم دقيقة هذا شكلها. هسه راح أحتاج جوز مبروش بعلبة ثانية، أشكلها على شكل كور، أحاول أخليها متساوية بالحجم. اليوم المساعد الصغير نايم، لذلك المساعد الكبير يمي. بعد ما أشكلها كور أجي أغطسها بداخل الجوز مبروش وأضغطها بلطف حتى أحصل على شكل مضغوط شوية، وممكن أشويها بهذا الشكل فقط الزينة جوز مبروش، أو أقدر أزينها بفستق. تمر بهذا الشكل، أكورها وأغطسها بداخل الجوز المبروش للتزيين، وأزينها بفستق أو جوز حسب المتوفر، أو أكتفي بالجوز المبروش فقط. راح أستمر بهذا الشكل حتى أحصل الكمية اللي تكفي العائلة. ويفضل قبل لا أصفها بالصينية أستخدم ورق زبدة، وإذا مثل حالاتي ما متوفر حاليا أدهنها بدهن بسيط وأسطرهم، وأستمر إلى أن أكمل كل الكمية. راح ندخلهم بالفرن على درجة حرارة 180 أو حسب حرارة الفرن لمدة ما تتجاوز 6 إلى 10 دقائق، عينك ميزانك. أتمنى تجربونها، جدا طيبة، سووها مرة وبعد ما تتركوها. وفي الختام لا تنسونا من الدعم، شير ولايك وسبسكرايب. مع السلامة. وبالنهاية أي سلسلة حابين أكثر من عدها قلوا لي عليها.